تم ربط 525 مستثمر فلاحية بالطاقة الكهربائية عبر عدة مناطق من ولاية تبسة، منها بلدية المريض، فليجان، مسطح قنطيس، وخاصة أن مناطق جنوبية مثل بلدية البئر العادر وفركان ونكرين. البيت تاع المازوت كنا ناخذ قبل بالمازوت، عندنا واحد 20 و 30 موتور على يمشي بالمازوت، معاناة فهمت. اليوم الحمد لله راه وجانا التريسيتي، اليوم رانا والله نستحمد الله ونشكروه.